والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. تمارس بعض الدول وبشكل علني أنواع مختلفة من أساليب الإرهاب الفكري وتحت ذرائع مختلفة، وهاي الممارسات هي ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني. فدور الإعلام الغربي الآن يركز على إخفاء الجرائم اللي ترتكب بحق الشعبين وممارسة سياسة تكميم الأفواه. خلي نشوف بعض الآراء حول هذا الموضوع ونرجع لكم مرة أخرى. لا يوجد حرية الرأي في أوروبا. أنا عايش في إسبانيا وأنا مقيم في إسبانيا منذ 40 سنة. لا توجد حرية للرأي مطلقاً في الغرب. سياسة أوصفها بالهمجية. لماذا؟ لأن تقمع حرية التعبير. يدعي الغرب بحرية التعبير عن الرأي، وهذا الادعاء بريء من الغرب. ووصل الأمر إلى أن بث صور قتل الأطفال والدمار اللي تخلف الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، فضلاً عن صور المجازر اليومية اللي نشوفها بحق المدنيين. يعتبر وفق المعيار الغربي على أنه إرهاب وانتهاك لسياسة إرشادات المجتمع. سبحان الله، الآن أصبح ناقل الكفر كافر. نعم، هي هاي معايير الحرية الغربية اللي يتغنى بها المخدوعون. أكو تناقض كلش كبير في الموضوع هذا، فأي حرية للتعبير الرأي ماكو. سياسة تكميم الأفواه واضحة عندهم، وفي حرية التعبير نهائيا ماكو. المنشورات اللي دا نشوفها دا تثبت عكس الكلام اللي أو المنشورات اللي هم دا يدعون بها. فأكو تناقض كلش كبير بالموضوع يعني. من شريت عايش ببريطانيا شفت هم عندهم الصهيونيين عندهم قوة على الإعلان كلش قوي. الكيل بمكيالين، والتمييز العنصري والعرقي صار واضح لدى الغرب حتى في بلدانهم. التعاطف مع الشعوب التي تمتلك بشرة بيضاء وعيون زرقاء يعتبر من أوليات وسائل الإعلام الغربية، بل ويجب الوقوف معهم ونقل معاناتهم وتهويل ما يجري من أجل كسب التعاطف الدولي. أما إذا كان الحال مع شعوب العالم الأخرى، عندها يكون القتل هو حدث عرضي وارد أو قتلى ضمن حملة الدفاع عن النفس. وهذا الواقع اللي على الأرض الذي نراه اليوم ويتناقله العالم قد كشف كل أكاذيب هذه الحضارة الزائفة البائسة التي طالما حذرنا منها. ينشرون فكرة السيطرة على القطيع، يعني الشعب الأوروبي أو الأمريكي ما يريد يستمع للأفكار الثانية أو ينظر إلى الحقيقة بصورتها الواضحة. المعنى أنهم على خطأ وأنهم شعب احتلال ومجرم، وهاي يتم مصالحهم وأهدافهم. وهنا صار لازم نقول إن الرسالة الإعلامية الحقيقة لا بد لها أن تستمر، ونصرة المظلوم أمر واجب على كل إنسان لديه ضمير. فإن كان الأخوة في فلسطين ولبنان قد وقع عليهم التكليف في المقاومة المسلحة، فمن واجبنا وتكليفنا هي المقاومة الفكرية والإعلامية وإيجاد الطرق والبدائل لتخطي سياسة تكميم الأفواه التي تمارس الآن من أجل حجب الحقيقة.